بكل صدق وشفافيه يا دكتور بليز جاوبني على السؤال ده مين ها. اكتر توكسيك الرجاله ولا الستات؟ هو بصي النسب متعادله يعني بالمناسبه يعني لا النسب لا مش لا اه يعني ما اقدرش ما اقدرش ندي حكم على المطلق او نسب من غير دراسات احنا كل يوم بنشوف بنات كتير قوي بتشتكي من ان هي في ريليشن مع راجل توكسيك وفي نفس الوقت بنات كتير بتقول انا في ريليشن مع واحد توكسيك بس مستمتعه معاه خلي آه بالك طب يعني ايه اللي يخلي يعني البنت تحب موزن. الراجل توكسيك؟ لا دي اسباب كتير يعني في سيدات انا بسميها مستر سسبنس في سيدات تحب الاثاره والتسويق طبعا دي بتفرح لما تلاقي واحد توكسك طبعا بتفكر له وتدبر له وتجيبه وتقيفه بجد وت... <applause> احنا عايزين نعرف السبب عشان انا شايفه حالات كتير تقول لك الله توكسك انا آه هحبك هحبك اقول لك ده هو ده الاكس هو ده هو ده صحيح <applause> لا ده انت الاكس والحاضر والمستقبل <applause> مش هسيبك ده انت توكسيك خالص صحيح ايه السبب اللي يخلي بجد ست ان هي تتعلق بحد توكسيك في نمط شخصيه بتاع سيدات تحب الاثاره والتشويق تبقى تعرضت يعني ايه الحياه حدث خد خدي بال حضرتك حتى في حياتها لو اتجوزت حياه عاديه في تحس بالرتابه وتحس بالخمول وتحس بالسكون ما الروتين وتحس بالاستاتيكا اه طبعا هي عاوزه حدث عاوز اثاره عاوز تشويق يعني كل يوم تفكر تعمل الشغله ازاي فلما بتلاقي التوكسك مستغربة ده مستغربة قوي دي آه. دي شكلها دي... سعيده بيه جدا ولا السيامه لو ما بتشتغلش او بتشتغل شغله فيها فيها ذهن مش شغل الدراع يعني قاعده في البيت بتحضر طول اليوم عشان تشتغل مثلا ساعه هي عايزه تكسر الروتين كده ولا أيوه مش عا... يعني... هي تحب الاثاره والتشويق وتصنع احداث وتبقى يبقى ربنا يسامح اللي قال لها الخناق ملح الحياه اه فهي اه صحيح ده بيبقى نمط شخصيه بالاضافه عندنا نمط شخصيه من السيدات الشخصيه القويه هم. الشخصيه القويه تلاقيها سترونج تلاقيها قويه وعنيده فبتعشق التحدي فلما تلاقي واحد تكسر تقول له بس لي... عارفة ان انا لو قويه وعنيده ما بحبش ان حد يسيطر عليا لا دي عاوزه واحد تكسره عاوزه واحد توكسيك اللي إيه هو مغلب اللي, احنا فيه ده؟ اللي مغلب الناس كلها انت جيت يا عبد العال تعال توسع له قوي ليه علشان تكسره وتنتصر وتتغلب عليه ده بيعلي عندها هرمون السعاده الشخصيه القويه لما تتعامل إيه إيه؟ مع توكسيك اه طبعا وبتبقى مستمتعه بصي اشبه بالاسد اللي بيزقر بعد ما يجيب الضحيه ويدوس عليه ده, ده حقيقي طبعا عندنا نماذج كتير كده بتلاقي شخصيه قويه بتعشق التحدي ده انا شايفه كتير قوي بس احنا طول الوقت بنسال نفسنا ايه اللي مخليها معاه؟ ما فيهوش حاجه تتحب اصلا صحيح لا هو انا بحب العلاقات السامه ايوه هي بتعشق ده بتعشق ده وفي عندنا ساعات نمط التربيه بتاع الست ازاي بقى؟ تبقى اتربت على ايه؟ هقول لحضرتك اتربت على ايه؟ اب بيبقى قاسي جدا اه بيضرب بيعذب بينكل بيهين الام ولكن بيحبها يعني علمها كويس جوزها عطلها فلوس ساب رصيد في البنك فبقى عندها ارتباط شرطي بين الحب والالم فما تعرفش تحب من غير الم ايوه هي عايزه الاثنين مع بعض عاوزه الاثنين مع بعض بارد وسخن ايوه عشان تقدر تست يعني ازاي ارتبط عندها الحب النموذجي بتاع الاب دوت هم. بالحب والالم مع بعض فبالعكس ده لو ما لقيتش الالم في الحب تدور عليه اه مش هعرف اتبسط غير لما تضربني الم يضربني الم دي بقى بتدخلنا في نمط شخصيه ثانيه برضه بتعشق التوكسيك وهي الشخصيه المازوخيه الشخصيه المازوخية ولا السادية لا المازوخية، المازوخية بيبقى عندها متعة في تعذيب الذات بتستمتع وهي بتعذب ذاتها، بيبان في سلوكيات ياما يعني لو عندها درس بيتلخلع ما تروحش للدكتور من أول السطر، تدوس عليه شوية وتسيبه يؤلمها شوية وتاخد مسكنات شوية وبعد أربع خمس أيام تروح له، ليه لان هي عندها المزوخيه عندها المتعه في تعذيب الذات تلاقيها بتقص ضوافرها ولا حاجه تاكل حته من غير ما تقصد تبقى مستمتعه عندها متعه في تعذيب الذات تعذيب الذات ده, ناس ده؟ انا اعرف ناس كده بس كنت فاكراهم ان ما بيحبوش يروحوا للدكتور لا 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 دي شخصيات مازوخيه بتستمتع في تعذيب الذات الغريب والعجيب بقى ان الشخص السام عنده سادية زي ما حضرتك قلتي يعني نموذج مناهض ليها يستمتع وهو بينكل بتعذيب الاخر بتعذيب الاخر مش بجلد الذات و... او تعذيب الذات لا, لا ده بيستمتع وهو اللي قدام منه بيقاسي كل الوان العذاب والهوان والبكاء وعدم النوم والشكوى والنجوى والصهر والسهد والحرمان يا فبيبقى حله حالات غريبه طهر. جدا آه